اتعرفت على الحكيم من وراء الجرايد، المجلات، الناس اللي بتعرفه. طبعا نحن عم نحكي بالفتره، فتره القديمه، ما كنت بعرفه شخصيا، بس كان إلي بعتقد انا، وانا اكيد منه يعني، لانه انا شرف كتير كبير إلي انه اتعرف عليه شخصيا سنة 2005. وكان عندي شغف حتى اتعرف عليه، اتعرف على هذا الشخص يلي بالنسبة لي انا بتخيل انه اللي تحمله، يعني بتخيل فيه هو ايوب بس حملوه. فكان إلي الشرف كتير كبير انه اتعرف عليه بالأرز وقت طلع من السجن، السجن السياسي. فاتفاجأت لانه بهيدي الفترة وقتها الحكيم فات على الحبس، انا بهالفترة يمكن بال 94 اذا ماني غلطان، بهالفترة انا كنت انطلقت بمجال التمثيل. فطالع لعنده بانطباع انه طبيعة الحال يعني انه هيدا الشخص ما بيعرفني، او على القليلة انه المستشارين اللي معه بده يكونوا اكيد حاطينه بالجو انه هذا الشخص اسمه عادل كرم بيمثل بكذا وحاب يتعرف عليك مثلي مثل كثيرين من الناس يعني يلي طلعوا وكانوا بهالمناسبة بالأرز وقتها كان عم يستقبل الناس المحبين فعلى الوصلة سلمت عليه وإذ بيقول لي عادل أنت جيت من أستراليا. فهي أول صدمة كانت بالنسبة لي، لأنه يعني بطبيعة الحال أنه منين بده يعرف أنه أنا كنت بأستراليا، لأنه خبرية أستراليا أنه هي مرقت بخبر كتير صغير حطوه بالشبكة بهذيك الفترة عن أنا أنه رحت على أستراليا وصار معي يعني رحلة رح نسميها. فتفاجأت أنه بعده حافظها ومتابعها، لأنه بيّن معي أنه كل خبر كان يقطع بالشبكة يلي مثل ما قال لي وقت الحكيم أنه كانت رفيقته بالحبس، كل خبر حافظه وعارف كل شيء عنه. فهون كان لقاء، يعني بدي اقول لك كيف هيك كيف تكبوا على واحد ما يمسقع هيك بفرفح وبصحصح مثل ما بيقولوا، هيك صار معي. فمن وقتها انبنت علاقه بيني وبين هالانسان العظيم، انا بعيط له قائد، لانه فعلا يمكن كلمه قائد كثير قليله، يعني قائد على القليله بالنسبه لألي، قائد مش بالمعنى العسكري، بالمعنى الانساني الاخلاقي الانساني البحتي. يعني بس بدك تقول عن شخص قائد أبضاي، انا اول شخص بيجي ببالي هو الدكتور سمير جعجع. من وقتها بنيت علاقة كتير حلوة، علاقة صرت دايما على تواصل أنا وياه بأي مناسبة بصح لي أو يكون عنده وقت نقدر نلتقى، ما يعني ما كنت أقصر فيها. وبعدني لليوم كل ما بلتقى فيه مثل كيف بدي لك بجمد، يعني ما بقعد بقفل لساني، بصير عم بتطلع بالشخص إنه بعدني لليوم كل ما بتطلع فيه ما بصدق انه هذا الشخص موجود قدامي. بصراحه مش عم بالغ، عم بحكي من قلبي يعني. رغم كل يعني يلي كانوا مراهنين انه يفوت هو على الحبس وما يطلع، صدقني انا كان يعني بعتقد انه الله كثير بحبنا وبحبه انه قطعهم مثل بقولوا فشخ عليهم
وموجود هلا. فقد ما اقول لك بحبه وبحترمه، في يعني علاقه احترام وفي علاقه موده وعلاقه، مش رح اقول لك بي وابنه لا، لانه منه كثير كبير الحكيم بالعمر، بين خي كبير وخيه الصغير. بس طلعت لعنده على يعني زرته، انا زرت هيدا الحبس يلي هو المجسم معمول بمقراب عن الحبس يلي انسجن فيه الحكيم يلي اني 11 سنة وثلاثة شهور. صدقني انه خمس دقايق ما قدرت اصمد، وبعدنا لليوم ما بقدر صدق حتى بالصور بتطلع انه هذا الشخص كيف قدر اتحمل و 11 سنة وثلاثة شهور بهاي الزنزانة. فقد ما اوصفه قد ما احكي عنه صدقني بضل مقصر. والاحلى من هول كثير انه كان لنا الشرف نحن كفريق ما في مثله انه نشارك بمهرجانات الارز، وطبعا هذا الفضل بيعود للحكيم ولنايبه مدام ستريدا جعجع. كان لنا الشرف انه نشارك باول اول مهرجان بالارز، فشغلة كتير كبيرة بالنسبة لإلي. ومن وقتها بعدني بذكر في حادثة كتير مهضومة عن الحكيم، قديش فيه هيك في المودة وفي في روح النكتة وفي التفاصيل، عم نحكي عن التفاصيل بتبعها، انه حتى بتابع طريقة أكلي. يعني مرة قاعدين بالأرز من بعد المهرجان وهيك، صدفت انه ما قدرت اكل انا بالوقت المعين لانه مضطرين نحن نعمل العرض، ورجعنا رحنا على مطعم بدنا ناكل هونيك. فطبعا عمل لي مثل الوعظة يلي هي الوعظة وعظة الحكيم. يلي هي انه واللي هي معه حق، بعدني لليوم كل ما بدي اكل بتذكره انه ما فيك تاكل، انه قال لي عادل ما بصير انت هيك عم تاكل هلا، لانه هون بمعدتك في مثل شغيلة، انت هلا عم تيجي بتوعيهم وتقول لهم قوموا اشتغلوا، فهن هول عم يشتغلوا بوقت مش وقتهم. فخبريه مضبوطه وبتضحك بنفس الوقت انه معه حق، انه عم نوعي الشغيله الساعه 11 ونص انه قوموا بدي اكل، قوموا شوفوا شو بدكم تعملوا بالمعده. فشغله كثير مهضومه. بدي لك حكيم الله يطول بعمرك، انا كثير بحبك وانت احلى زلمه بالعالم وانت القائد.